أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليكم
ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن قتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا تحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة
وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات ورحمة
وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن
فترجون من ومن يكتب إثما فإنه
وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا وكان فضل الله